برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، وزي ما اتكلمنا يمكن في الانترو ان النادي الاهلي بماضيه والحاضر، وكمان النادي الاهلي على مستوى المستقبل بيبص لقدام. بيبص لقدام من خلال قطاع الناشئين، من خلال الاكاديميات، من خلال اهتمام مجلس ادارة النادي الاهلي بهذا القطاع، اللي اعتقد ان هو يعني ان شاء الله في المستقبل هيفرز لعيبة على مستوى عالي جدا جدا، يكونوا نجوم النادي الاهلي في المستقبل. معانا اتنين من هؤلاء النجوم من قطاع الناشئين موجودين هنا في البيت الكبير، بيتهم طبعا بيت النادي الاهلي. كابتن احمد كوكا ديفندر جامد جدا، واحمد سيد عبد النبي باك يمين على مستوى عالي جدا. بنرحب بيكم في البيت الكبير، اهلا بيكم في بيتكم في بيت النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن هاني، وانا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم النهارده، ودايما ببقى متشرف بوجودي في قناه النادي الاهلي بيت يعني. منور يا كوكا. اهلا بيك طبعا يا كابتن، انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده، وشرف ليا ان انا اكون على قناه النادي الاهلي، وشرف ليا ان انا اكون متواجد مع حضراتكم النهارده. منور يا ابو حميد. اهلا بيك. منور يا ابو حميد، انتم مشرفينا النهارده، واكيد انتوا المستقبل زي ما بنقول، وعينكم اكيد طبعا انتوا كنتم متابعين اللي حصل مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وحصلنا على الميداليه البرونزيه. شفتوا بقى الانجاز ده ازاي؟ عايز اعرف من كل واحد فيكم كده مشاعركم. طبعا كل واحد كان يا ريتني كنت معاهم، يا ريتني كنت يا ريتني كنت معاهم. كوكا انت تقرب لاحمد حسن كوكا الاول ولا ايه؟ لا لا لا، ولدنا المحترف. هو هي كوكا دي موجوده في الاسم ولا لا؟ انا اسمي احمد نبيل عاشور، لكن كوكا دي جت منين؟ دي والدي طلعها عليا. ايه؟ والدي طلعها. والدي طلعها عليا. تمام. تابعت الانجاز ده ازاي؟ اكيد احساس حلو جدا ان انت بتنتمي لاحسن نادي في افريقيا. المره الثانيه على التوالي بنحقق الانجاز ده، انجاز كبير جدا ان انت تاخد ثالث عالم. واللي احسن من كده ان خلاص احنا بنقفل الصفحه دي من ثاني يوم، بنركز البطوله اللي بعدها، وده اللي احنا متعودين عليه من صغرنا في النادي الاهلي. واخدين ثالث عالم حاجه كبيره جدا، ممكن بعض الانديه الثانيه تعيش عليها مدى طويل، انما احنا لا، بنحتفل اليوم الثاني، ثاني يوم بنقفل على طول، لان بيبقى عندنا بطولات ثانيه، وده اللي احنا متعودين عليه في النادي، وجماهير النادي موصله لنا ده. احمد كابتن احمد، تابعت المشوار الاهلي اصلا بصفه عامه ازاي، وفي النهايه يعني تتويجه بقى؟ طبعا الاهلي مش محتاج حد نتكلم عليه، يعني مش محتاج حد يوصف الانجاز اللي هو عمله. انجاز عالمي طبعا، افريقيا بعد كده واخد تالت عالم. وعمل الماتشات يعني قدم مستوى جامد، ورى للناس افريقيا مصر عامله ازاي، وكره مصر عامله ازاي، يعني ورى العالم كله مستوى مصر هيبقى عامل ازاي الفتره الجايه. مهم جدا ان هاخد من كلام كوكا، وهسالكم انتوا نفس السؤال. دايما الناس بتتكلم وكلنا احنا، انا برضو اتعلمت الكلام ده في النادي الاهلي، ان دايما يقول لك دايما بنقفل الصفحه بسرعه، ودايما نبص للي بعد كده، ما عندناش جزء كبير بناخده ما بين حسم البطولات وبدايه بطولات جديده. عشتوا الكلام ده ازاي من خلال بطولات قطاع الناشئين؟ يعني الماتشات لما بتكسبوا ماتش، الكوتش بيقول لكم ايه؟ لا اقفل. اتعلمتوا ده ازاي برضه عشان الناس تفهم ان المقوله ديت بس مش بتقال مجازا كده، لا ده كمان فعلا بتتاسس من قطاع الناشئين. بالظبط يا كابتن، زي ما انا قلت لحضرتك، احنا من صغرنا في الناشئين، في قطاع الناشئين، احنا متربيين على كده، احنا متربيين اي ماتش بنخشه لازم. حصل قبل كده مباراه والكابتن حس ان انتوا، لا بقول لكم ايه، ما تتغروش، لا ده احنا لسه قدامنا. حصل مواقف زي دي؟ انا احكي لحضرتك موقف. احكي لي. قبل كده كنا خارجين كسبانين 3-0، تمام، بس الاداء ما كانش كويس. يعني احنا خارجين متضايقين جدا، وفي زعيق، وفي سواء الاوتوبيس بتاعنا قال لنا انتوا عملتوا ايه؟ انتوا خسرتوا ولا تعادلتوا؟ فقلنا له لا، احنا كسبنا 3-0. قال لنا امال في ايه؟ ده اللي هو سواء الاوتوبيس نفسه مستغرب انتوا كسبانين 3 وزعلانين. ده احنا متعودين عليه دايما، ان احنا بنكسب باداء كويس. لا احنا كده في النادي الاهلي متعودين بنكسب، نقفل، عندنا كذا بطوله، عندنا كذا حاجه، دايما بنركز ان احنا ناخد اي حاجه ورا بعض، دايما مش بنفضل نفكر في اللي فات، خلاص احنا حققنا ده، احنا متعودين كده في النادي الاهلي، ان احنا حققنا حاجه نبص اللي بعدها. احنا متعودين كده من صغرنا في النادي الاهلي. وانت يا ابو حميد؟ طبعا احنا في النادي الاهلي علمونا ان احنا خلاص احنا لعبنا ماتش كسبناه، نخش على اللي بعده، نشوف اللي بعده، نشوف الدنيا. اصل احنا تحت كذا بطوله، مش بطوله واحده، يعني احنا كنا بنتصاعد مع فريق اكبر مننا، فاحنا بنبص للبطوله. يعني كنت بتلعب مع الفريق الاكبر منك كمان؟ كنت بلعب مع فريق اكبر مني والفريق بتاعي، فخدنا بطوله، لا بنبص للثانيه، خلاص احنا كسبنا ماتش فخلاص قفلنا عليه، خلاص بقى بنبص للماتش اللي بعده، للبطوله اللي بعدها. بس فهم علمونا كده من تحت، ودي شخصيه النادي الاهلي طبعا طول عمره.
طبعا انت احمد كوكا اصلا انت صعدت مع الفريق الاول في ماتش ابو قير كانت مباراه كاس. انا عايز اعرف لان موسيماني بيقعد مع كابتن احمد كوكا كتير ده اللي انا عارفاه وفي نصايح كتيره جدا بيوجهها ليك واعتقد يعني اللي وصلني انه مؤمن بقدراتك يعني في الملعب. خلينا ناخدها واحده واحده. انا الاول اتصعدت في شهر 11 2020 في نوفمبر باين نوفمبر اتصعدنا حوالي 14 لعيب ودي كانت حاجه حط عليا ضغط كبير جدا ان احنا عدد كبير متصاعدين من الناشئين فكان لازم اظهر بشكل كويس لان دي فرصه ما تتعوضش. انا في اكبر نادي في افريقيا في لعيبه على اعلى مستوى في افريقيا فطبيعي ان انا بيبقى عليا ضغط ان معايا كمان ناس كتير زمايلي متصاعدين معايا بس الحمد لله يعني ربنا كرمني وكنت بتعب وعشان كده ربنا كرمني. بالنسبه لمستر موسيماني هو قريب مني جدا جدا يعني انا طلعت في اول 15 يوم بدات بعد 15 يوم ماتش في الكاس ودي طبعا كابتن انا عارف ان دي في الاهلي حاجه صعبه جدا أكيد. ان انت صعب اصلا تصعد في الدرجه الاولى دي حاجه صعبه جدا ان انت تطلع بعد 15 يوم تبدا ماتش في النادي الاهلي دي حاجه كبيره ودي حاجه بسطتني جدا واديتني الثقه في نفسي كبيره جدا وده مستر موسيماني يعني بشكره عليها جدا ان اداني الثقه دي وهو دايما 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 بيتكلم معايا كتير جدا ودايما بيساعدني كتير دايما بيبقى في المعسكرات بعد الفطار طيب احمد احمد معلش هقطع كلامك شويه لكن عايز اروح لك انت كمان دلوقتي في نظام في النظام في النادي الاهلي الحلقات المتواصله ما بين الاكاديميات وقطاع الناشئين انتوا مش من قطاع الناشئين نفسه انتوا بداتوا في اكاديميات النادي الاهلي مظبوط يعني انت بدات في اكاديميات قبل ما تروح اكاديميات النادي الاهلي عايز اعرف لعبت كره شراب يعني من يعني كلنا لعبنا كره شراب بس عايز اعرف لعبت كره شراب منين بدايتك مع شبرا يعني واهل شبرا واجدع ناس اكيد فعايزين نعرف منك برضو بدايتك مع الكوره بدات ازاي يعني انا كنت بلعب في الشارع زي بقيه زمايلي وكده فجه مدرب بقى من النادي الاهلي يعني كان هو وسيط من الاكاديميه وبيشوف ناس بيوديها الاكاديميه الاهلي اللي في اكتوبر اوكي فشافني بقى فقال لي بابايا وبابايا وداني فروحت بقى كان كابتن هناك ابراهيم عبد الصمد طبعا فشافني بقى واعجب بيا وشاف مهاراتي وكده بعد كده وداني 2001 اللي هم اكبر مني بسنه فانا بقى فضلت معاهم مثلا ايه شهر وبعد كده نزلت 2002 تاني عشان اشوف المهارات اللي انا المفروض اتعلمها الاول عشان حلوة. ابقى مع الفريق الاول يعني ابقى مع الفريق بيجهزك ويطورك يعني بس فما قعدتش كتير قعدت حوالي شهرين وجم بقى بيشوفوا المنتخب البراعم اللي هو بقى هيطلع البراعم فكابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن اشرف ابو زيد رشحوني وكابتن احمد يونس جه بقى بص عليا وخدني البراعم فمن ساعتها بقى وانا كان كوكا كان بيتكلم على علاقته بموسيماني واول ما طلع كان في يعني اهتم انت ايه كمان علاقتك بموسيماني كان كلمك في بعض التدريبات بدا يكلم معاك بشكل يعني وجه لك بعض النصائح انتوا كمان لعيبه صغيره محتاجين يعني حتى العلاقات النفسيه دي هو كمان مميز فيها قوي احنا لما طلعنا كابتن موسيماني طبعا فضل يتكلم معانا ويشوف اخطائنا ويحاول يصلحها يعني احنا كنا في الملعب لما بنلعب تقسيمه بيشوف الاخطاء اللي احنا هنعملها فين وبيحاول يصلحها يعني بتحاول يصلحها التقسيمه الجايه ويقول لنا ما تعملش كده ده غلط يشوف بقى الحاجات اللي احنا كنا غلطانين فيها ويحاول يصلحها عنه. لكن بالنسبه لك على المستوى الفردي ما اتكلمش معاك بصفه خاصه قال لك على حاجه هو قال لي بس على مساله جسمي قال لي اهتم بجسمك بس وكده عايز شويه جيم من فوق كده احمد ايه كنت بتكمل كلامك عن موسيماني ونصايحه ليك في الملعب هو دايما بيقعد مع اللعيبه الصغيره كتير جدا يعني مستر موسيماني انا بشوفه ان هو بيتعامل بعبقريه كبيره جدا الحته النفسيه دي غير التكتيكيه ان هو كويس جدا بيتعامل نفسيا بطريقه كويسه جدا بيأهلنا نفسيا دايما في معسكرات الماتشات ممكن يقعد معانا الصبح بعد الفطار احنا كناشئين الموجوده في سكور المباراه ممكن يقعد معانا ساعه عادي جدا بيكلمنا من اصغر نقطه لاكبر حاجه ازاي تبقى لعيب بروفيشنال ازاي اي حاجه تقالك ان انت تلعب في النادي الاهلي وازاي ان انت تحترف بره فلا انا بشكره جدا حاطط فيا ثقه كبيره جدا ان شاء الله يعني اكون قد المسؤوليه بس الثقه دي مسؤوليه كوكا يعني دايما لما يكون في مدرب حاطط فيك امل وخاصه زي ما انت قلت انت بتلعب في افضل الانديه على مستوى مش مستوى افريقيا دلوقتي بتتكلم على مستوى العالم فدي محتاجه مجهود كبير جدا ان شاء الله تثبت وجودك احمد باك يمين وده اول مركز انت ولا اصل في دايما بنبدا بمراكز يعني انا بدات وينج رايت ما شاء الله كنت يعني عامل نفسي مهاجم بس لعبت ستوبر يعني كنت وينج رايت الاول اوكي وبعد كده بقى لما
فضلت العب وينج رايت، فجي في مره الباك بتاعنا اتصاب، باك رايت بتاعنا اتصاب ومفيش باكات بقى رايت، فمفيش حل غير ان انا هرجع العب باك رايت. فلعبت الماتش ده واديت بشكل متميز يعني، فمن ساعتها بقى هم حطوني باك رايت، قالوا لي خلاص انت بقيت باك رايت. ومين مسك الاعلى باك رايت بقى على مستوى العالم وعلى مستوى المحلي؟ طبعا مستوى المحلي كابتن احمد فتحي، وفي اثنين بصراحه، كابتن احمد فتحي وكابتن ياسر رضوان. ياسر رضوان طبعا. وعلى المستوى العالمي ارنولد طبعا. احمد كوكا، انت بتلعب برضو في اكتر من مركز، كلمني انت بقى على المستوى الشخصي، ايه المركز المحبب الى قلبك يعني انت؟ انا حاليا انا برضو في الاول انا بدات طرف يمين وطرف شمال، لكن حاليا انا بلعب مركز 6، ده اكتر مركز انا بحبه. لكن زي ما حضرتك قلت انا بلعب في كذا مركز، انا شاركت في اكتر من 5-6 مراكز في النادي وفي منتخب مصر. لعبت باك ليفت ولعبت سيرد باك ولعبت 6 ولعبت 8 ولعبت 10. فالحمد لله دي يعني. وبعدين انت اكتشاف اكاديميات الاهلي برضه. انا طالع من انا من 2008 موجود في النادي الاهلي، بقى لي 13 سنه طالع من اكاديميه النادي الاهلي الحمد لله. شيء مهم جدا انك بتلعب اكتر من مركز، لان بيبقى المدربين انت عارف المدربين بيحبوا اللي بيلعب اكتر من مركز، لكن يبقى مركز محبب ليك انت بتجيد فيه 100%. مركز 6، مركز 6 بالظبط زي ما حضرتك قلت، يعني ان انت تلعب في كذا مركز دي بتساعدك ان انت تلعب اكتر اساسي. اي حاجه، اي دروب في مركز تاني دي بتساعدك ان انت بتكون موجود. يعني بمناسبه رقم 6 طبعا، عايز تحكي لي الدخله بتاعت اول ما طلعت الفريق الاول، وقال لك دلوقتي احمد وانت يا كوكا طالعين تتمرنوا مع الفريق الاول، دخولكم التمرين ازاي؟ اللعيبه الكبيره استقبلتكم ازاي؟ انتوا شفتوا التدريب ازاي؟ يعني انا مريت بالظروف دي قبل كده، كان في خضه شويه، انتوا يعني دخلتوا الملعب ازاي ودخلتوا الاجواء دي ازاي؟ اكيد اجواء كان نفسي اعيشها، لان في الاول في الاخر انا مشجع نادي اهلي من زمان، انا مش بفوت ماتش النادي الاهلي، والدي راجل اهلاوي، فدي كان ظروف نفسي اعيشها. بالليل كان جالي مكالمه ان انا هطلع الفريق الاول. جالك بالليل؟ مين اللي كلمك؟ كابتن خالد بيبو طبعا. خالد بيبو ليه دور كبير قوي معاك جدا طبعا، جداً. صح؟ عايزاكم تحكوا لي عنه بس بعد المكالمه دي اللي انت تلقيتها. فكابتن خالد بيبو كلمني ان انا هطلع في الدرجه الاولى، عندي بكره تمرين. فانا طبعا بالنسبه لي اكيد زي اي حد بقى. انت متاكد يا كابتن؟ بقى يا كابتن بكره. فاكيد طبعا قفلت، كلمت والدي ووالدتي، ده اول حاجه نفسي افرحهم. في الاول وفي الاخر احنا دايما بنبقى عايشين عشان نرضى اهالينا طبيعي. بس فاخدتها كده وكنت مبسوط جدا، بدات اركز، عايش الاجواء، انا اخش ازاي، انا اعمل ايه. بدات بقى تحلم. تحلم بقى بكره هيحصل ايه، احضر بكره نعمل ايه. بس رحت تاني يوم في الطبيعي طبعا بخش قابل عم حارس. طبعا ده العمود الرئيسي جوه في اوضه اللبس. بس فقابلت اللعيبه كلها طبعا، اللعيبه كلها رحبت بينا فوق زي ما انت حضرتك عارف، كلنا فوق، الصغير زي الكبير، كله بيحترم الجميع. فبس ربنا كرمني فوق وقدرت اشتغل بشكل كويس، قدرت احاول اكسر حته الرهبه دي عندي عشان لازم اظهر بشكل كويس، دي فرصه بتيجي كل فين وفين بالذات في النادي الاهلي يعني طبعا. فالحمد لله ربنا كرمني يعني. واحمد صعدت معاه ولا كان؟ كنت انا وهو نفس اليوم. اول يوم كنت انا وهو مع بعض. مين اللي بلغك برضه؟ كان كابتن خالد بيبو برضه. طبعا رهبه، انا اول ما قال لي انا ما صدقتش، يعني انت حضرتك بتقول لي انا هطلع بكره مع الفريق الاول؟ لا كانت رهبه طبعا ليا، وكنت مبسوط جدا. اول كنت في الشارع فكلمت والدي. والدي ما صدقش، انت بتهزر يعني، انت بتقول يعني بكره؟ فروحت بقى، كانت الرهبه الاولى اللي هي في دخله الاوضه دي. دخله الاوضه الاولى دي بتبقى رهبه. مين شوف اول واحد شفته بقى؟ كان عم حارس. هو كان عم حارس من اللعيبه. لا من اللعيبه، هو سبحان الله دايما اي حد بيخش بيقابل عم حارس يعني. عم حارس يقول لك خد اللبس وسلمك برضو لبس التدريب. لا نخلص لازم نسيبه. فكنت انا وكوكا داخلين مع بعض بقى في الاول يوم، فقاعدين جنب بعض واللعيبه داخله، انت دول اللي احنا بنشوفهم صح؟ يعني دول اللي احنا هنتمرن معاهم دلوقتي. فعمال ابص له وهو بيبص لي وعمالين نضحك. طبعا كانت رهبه جامده جدا. مين اللي فك الرهبه شويه بقى؟ مين اللي خدكوا بقى؟ كابتن سعد سمير. كابتن طبعا. كابتن سعد ده نقطتين حلوين كده. هو سعد طبعا في الفتره دي كنا حوالي 12 لعيب، اللي بيخش بيلاقي القطاع واقف في وشه، قاعد في وشه، فكل اللي يخش بقى يرمي فات علينا، احنا جينا مدينه نصر ولا ايه؟ فكل واحد يحاول يفكنا شويه كده. وخاصه سعد خلي بالك، بالرغم ان سعد وكيم يمكن شفنا كلنا، واكيد انتوا شفتوا دموع سعد بالرغم ما لعبش في كاس العالم الانديه، لكن سعد بيقوم بدور كبير جدا على مستوى القياده ككابتن فرقه كبير من كباتن الفرقه، وكمان على مستوى كمان الفني ان شاء الله ربنا يسهل قريب باذن الله يكون موجود. لكن
انتوا كمان شفتوا شخصيه سعد ازاي اللي بتتفرجوا عليها في التلفزيون حاول يفككوا بدا يهرج انتوا جايين يعني شفتوه ازاي انتوا من الواقع تخيلكم كان ايه وفي الواقع كان ايه؟ زي ما حضرتك قلت كابتن سعد من اقدم الناس حاليا في الفرقه، فزي ما حضرتك قلت هو قائد مع كابتن الشناوي وكابتن ايمن اشرف وكابتن وليد سليمان فاكيد هو له دور كبير جدا غير ان هو دم خفيف فبيحاول يطلعنا من الرهبه دي بيحاول دايما يهزر معانا وزي ما حضرتك شفت هو دايما بيساعد الكل ودايما قلبه على النادي وكابتن سعد من الشخصيات اللي انا بحبها جدا ودايما بيتكلم معايا قبل الماتشات والتمارين ودايما بيحاول يساعدني على قد ما يقدر يعني احكوا لي عن بقى كابتن خالد بيبو لان انا عارفه انه في دور كبير جدا بيعملوا كابتن خالد بيبو معاكم وتقريبا يعني مع لعيبه منتخب الشباب كلهم يعني طبعا كلمني كابتن احمد عن الدور ده طبعا هو احنا يعني قبل السنه دي كنا السنين اللي فاتت طلع الدرجه الاولى تبقى صعبه يعني كنا حاسين ان هي صعبه بعيدة. بعيده انما لما جه كابتن خالد بيبو سهل لنا الدنيا بقينا حاسين ان احنا لو بذلنا مجهود اكتر واشتغلنا على نفسنا هنوصل للفريق الاول هو هيوصلنا متشافين السنه دي بقينا متشافين عن السنين اللي فاتت بكتير كمان فده هو بشكر كابتن خالد بيبو طبعا على اللي هو عمله ده ومجهوده معانا هو زي ما احمد قال انا في اول موسم كان نفسي اطلع الدرجه الاولى فانا قابلت كابتن خالد كابتن انا عايز اطلع اكيد طبعا حلمكم قال لي سيبها عليا بالظبط كده والله فانا بشكره جدا غير كده ان هو دايما بيتواصل معانا يعني غير الدرجه الاولى هو دايما بيتواصل معانا انا وانا في المنتخب كابتن خالد كان بيكلمني مرتين ثلاثه في اليوم بسبب الظروف اللي حصلت كورونا وكده هنيجي لموضوع المنتخب هو دايما متواصل معانا دايما بيحاول يساعدنا من اول الموسم لحد النهارده بيحاول يطلع اكبر قدر ممكن للفريق الاول فاحنا بنشكره جدا لانه دايما في ظهرنا وخلي بالكوا كمان اعتقد يعني انا عارف ان يمكن السنين اللي فاتت كان اللي موجود في قطاع الناشئين وانه هيطلع الفريق الاول ده اعتقد كان بعيد شويه يعني كنت يعني يا تيجي يا مش هتيجي السنه دي اسهل كمان وعندكم نماذج يعني العربي بدري طلع وبدا يروح اعاره عندنا شادي بدا يروح البنك بالزبط. الاهلي يعني بدا ناس تخش وتلعب زي انت كوكا واحمد فده كمان بيدي انطباع كمان لما بتنزلوا بقى بتلعبوا مع فرقتكم يعني ناخد الخطوه اللي بعديها اتمرنتوا مع الفريق الاول لما بتنزل الاولاد التانيين قالوا لكم ايه يعني الحوار كان داير ازاي بالظبط واحنا احنا مش بنمثل نفسنا بس يعني انا مش بمثل نفسي بس ولا احمد بيمثل نفسه بس احنا لينا زمايلنا تحت بالزبط. انا طالع من 2001 بيعتبر من العناصر المميزه تحت فاكيد لازم اظهر بشكل كويس عشان اساعد زمايلي ان يطلعوا معايا يعني فده ضغط عليا برضو لا زمايلك يستقبلوك ازاي انت لازم بقى لازم انا عارف خلاص ماشي قول لي بعد الهوا لازم بيحبوا يهزروا كده لكن فريق 2001 فرقه مميزه جدا لعيبه كلها رجاله يعني ربنا يكرمهم ان شاء الله واكتر لعيبه باذن الله تطلع في الدرجه الاولى في اقرب وقت لان هم فعلا لعيبه رجاله ويستاهلوا كل خير عايز اتكلم عن منتخب الشباب شويه والازمه الاخيره اللي حصلت الأزمة الأخيرة اللي أنا عارفة تتكلم كويس فيها قوي بس بعيدا عن الأزمة والظروف اللي حصلت أنتوا أكيد كنتوا شايفين حلم في دورة شمال أفريقيا وأنا عارفة أنتوا عانيتوا قد إيه وكنا بنقول دي ظروف استثنائية وكذا بس يعني قدر الله وما شاء فعل كان عندكم حلم كبير قوي أن أنتوا تشاركوا يا أحمد طبعا بس أكيد في دروس مستفادة برضو أكيد من اللي حصل رب ضارة نافعة كما يقال فقول لي الدروس المستفاده مع انه يعني منتخب مصر طبعا انسحب او يعني الظروف اللي حصلت حصرته اتعلمت ايه من التجربه دي اللي لم تكتمل التي لم تكتمل طبعا احنا مجهود سنين طبعا بيضيع قدام عينينا واحنا مش عارفين نعمل حاجه كانت بالنسبه لنا صدمه كبيره ان احنا خلاص احنا وصلنا وخلاص هنلعب فمش عارفين نوصل ان احنا بقى هنلعب ازاي فكانت صعبه طبعا لينا بس الدروس المستفاده اللي احنا اتعلمناها ان احنا يعني مش فاهم اسالك ازاي قولها بطريقتك مش عارف عايز تقول ايه لا مش عارف اوصلها لا يعني في الاخر هو سوء توفيق في الاخر ربنا مش بيجيب حاجه وحشه فالحمد لله احنا مش ضامنين انا كنت قبل السفر كان عندي كورونا قبل السفر يعني انا ما سافرتش معاهم اصلا قبل السفر كنت انا ايجابي كورونا هو كوكا بقى اللي هو سافر معاه كوكا سافر وكانت المسحه سلبيه وبعد كده طلعت ايجابيه ده كده كان فيها شويه مشاكل هو انا في الاول احنا دايما بنعمل مسحه قبل الماتش
في الاول خالص احنا جالنا صحينا جالنا خبر 14 لعيب كورونا ومش عارف كابتن ربيع معانا بالجهاز الفني كورونا. طبعا صدمه غير طبيعيه، حتى احنا كنا لو توقعنا 1 2 انما 14 لعيب العدد مش هيكمل. بس جينا بعتنا، كان في 2 متقيدين معانا، احنا 30 لعيب في القايمه، بعتنا جبنا 2 لعيبه من مصر. بس خلاص هنلعب ان شاء الله بكره. عملنا مسحه المباراه، طلعت انا ومحمود صابر معايا ايجابي. طب انا مش حاسس بحاجه، كلمت الدكتور، يا دكتور عايزين نعمل طيب مسحه بعدها بساعه. عملنا مسحه على طول، قالوا لي دي مسحه غاليه بتطلع في اسرع وقت بعدها بساعتين. فضلت سهران الساعه 1 الساعه 2 المسحه لسه ما طلعتش، فنمت بقى وسبت على الله. صحيت الحمد لله ان الخبر المسحه سلبي. دكتوره بالعيله طبعا واحد من افضل الدكاتره في مصر حاليا، هو سبورت كبير ليا، خدني ورحنا عملنا كل الاشاعات وكل التحاليل اللي تثبت ان انا سلبي، حاجات على الصدر ورسم قلب وحاجات كده، كل حاجه الحمد لله طلعت سلبيه. بس خلاص رحنا الماتش انا سلبي وخلاص العدد اكتمل. بص يا كوكا، خلينا يعني اختصارا، لان احنا دايما بناخد تجاربنا بناخد منها الحاجات الايجابيه. على المستوى الايجابيات، انت اولا لازم انت عندك شخصيه لاعب النادي الاهلي، كمان الشخصية الدولية اللي اكتسبتها من خلال وجودك في منتخب مصر ده مهم جدا، وده اللي ياخدك لطموح جديد ان شاء الله. انتوا لسه المشوار، انتوا لسه 2001 يعني خلاص 20 سنة، عندك مشوار ان شاء الله طويل، عندك لسه منتخب اولمبي اللي جاي، وعندك على مستوى منتخب مصر، ليه ما يكونش واحد منكم بيفكر ان انا العب في النادي الاهلي واحقق انجازات وابقى موجود في منتخب مصر. فدايما كل مرحلة بنمر بيها بيبقى فيها مهما كانت الظروف صعبة لكن بتطلع بإيجابيات، وهو ده اللي عايز أكلمكم فيه من خلال التجربة الصعبة اللي مريتوا فيها ديت. أنا كنت سعيد بيكم جدا جدا في الموقف اللي عملتوه، إن أنتوا مصممين إن أنتوا تلعبوا وأنتوا رجالة. ده موقف تاخده معاك طول العمر، إنك بتحب تيشيرت بلدك زي ما بتحب تيشيرت النادي الأهلي، أكيد بتحب تيشيرت مصر، تاخد الكلام ده معاك في مستقبلك. التحدي على مستوى المشوار الطويل، خلي بالكم أنتوا مشواركم صعب يعني طبعا. المشوار صعب، أنا بكلمكم بكل أمانة يعني، عشان توصل وتبقى نفسك تبقى احمد فتحي ومحمد هاني، نفسك تبقى زي عمرو السوليه واللعيبه الكبيره، فدوت خلي بالك مشوار طويل جدا. خد من كل تجربه مريت بيها، خد الاجابات وامسك فيها وان شاء الله تحقق طموحك يعني. بس خلينا في اجواء الاحتفاليه، احنا فرحانين بيكم وفرحانين بالنادي الاهلي، ويعني البرونزيه والمشوار اللي جاي، المشوار اللي جاي ان شاء الله مشوار طويل. ارجع بيها شويه، ان في مدربين كمان لازم مع وجودكم هنا في البيت الكبير في النادي الاهلي لازم تذكروهم يعني، لازم كل واحد كده لما بيفتكر، لا بيفتكر الناس اللي وقفت جنبه. نبدا بيك انت يا احمد، تفتكر مين من المدربين المؤثرين فيك يعني؟ كابتن ابراهيم عبد الصمد طبعا، هو واقف جنبي جامد جدا، هو كابتن اشرف ابو زيد لحد ما وصلوني البراعم. بعد البراعم بقى كابتن احمد يونس طبعا بشكره، وكابتن عصام صلاح، كابتن احمد سراج طبعا ده ليه الفضل بعد ربنا يعني عليا. اشتغل معاكم الفترات اللي فاتت بشكل مميز. اشتغل معانا الفتره اللي فاتت، ان هو كان بيساعدني كمان يعني، هو كان بيخليني العب مع فرقتي ويساعدني العب مع الفريق 2001 يعني، كنت بلعب مع فرقتي والعب مع 2001. بعد كده بقى بشكر كابتن ياسر رضوان ده مسك الاعلى وساعدك كمان يعني مش مجرد مثل اعلى، لا ساعدني طبعا، ساعدني في اللي هو بقى علمني ازاي في البوزيشن بقى، البوزيشن بقى هو مكانه طبيعي مكانه، فعلمني بقى ازاي اقف مكان اقف مكاني واتحرك ازاي واروح واجي ازاي، ساعدني يعني لما طلعت الفريق الاول بقيت اللي هو علمه لي بقيت بطبقه هناك، ف بقت اسهل الدنيا بالنسبه لي، حسيت الموضوع سهل. طبعا وكابتن اينو طبعا طبعا ده اخونا الكبير، وكابتن سيد غريب دلوقتي هو اللي مسكنا، ويعني خلفا للكابتن ياسر رضوان عشان هو جاله خطوه جديده وان شاء الله ربنا يوفقه. ان شاء الله دور اهلكم اكيد مهم جدا يعني. احمد انت لسه يعني يمكن في بدايه الكلام كنت بتقول والدي كان نفسه يلعب في الاهلي، هو راجل اهلاوي قوي، واكيد بقى حلمه فيك يا احمد انت كمان، فكلمني عن الخطوه دي لما دخلت بقى لعبت في النادي الاهلي، ولما لعبت كمان مباراه سونديب انت رحت كنت مع الفريق في مشوار افريقيا طبعا، كلمني عن ده يعني. باباك كان بيقول لك ايه وهو بقى حلمه بيتحقق كده في كوكا؟ هو انا دايما والدي سبورت كبير ليا، سبورت كبير جدا، بيساعدني باكبر قدر من الامكان. فانا في الاول وفي الاخر انا عايش عشان ابسطه، فتعبوا معايا جدا
من وانا عندي 4 سنين لحد دلوقتي 19 سنه وانا صغير، كل يوم معايا تمارين في رمضان، كنا بنفطر في الشارع. ما بيسيبكش؟ ما بيسيبنيش هو والدتي واخواتي. فانا دايما بسعى ان ربنا يكرمني واعوضه، هو دايما يستاهل كل خير والدي ووالدتي. فانا ان شاء الله ربنا يكرمني وباذن الله هحققهم كل اللي بتمنوه باذن الله يعني. وانت إن شاء يا احمد على مستوى الاسره؟ طبعا زي ما قال كوكا احنا عايشين عشان نبسط اهالينا، والدي ووالدتي. انا والدي تعب معايا جدا يعني طبعا. كان بيوديني ويجيبني كل يوم، والطريق طبعا انت فاهمه الزحمه وكده، فهو كان تعبان معايا جدا. ووالدتي بقى طبعا في البيت بقى الهدوم والاكل والحاجات دي، فبشكرهم جدا وربنا يخليهم ليا. وطبعا بشكر واحد كمان كده، عمي عادل بصراحه، ده برده تعب معايا جدا في المشوار. عمك ده. عمي ما بقول لكم ده هتفتكره ان شاء الله باذن الله وتفتخر بيه، انك ان شاء الله لما تبقى نجم كبير ما تنسوش الكلام دوت. وما يعني لازم تفتكر رحلة الكفاح، نفتكر لما كنت بتاخد المواصلات وتقعد 4-5 ساعات عشان تروح تتمرن كل دوت. يعني ان شاء الله لما تكون نجوم كبار ما تنسوش الكلام ده. يعني انا وقفت عندك يا كوكا ما قلتليش مثلك الاعلى على المستوى المحلي والمستوى الدولي. انا حاليا في الاهلي في 4 اكبر جدا، فانا بحبهم جدا، كابتن حمدي فتحي وكابتن السليه وديانجو واكرم توفيق. ده خط النص كله. فانا الاربعه رضيت الناس كلها. ماشي يا كوكا، والله الاربعه مميزين جدا وانا بتعلم منهم طبعا، كلهم نجوم كبار طبعا. خارج مصر انا بحب كانتي جدا. كانتي بحبه جدا، حاجه كده هاديه ولا تسمع عنه، هو شغله بس مركز ملوش دعوه بحاجه ولا تسمع له اي حاجه، هو شغله وكل اللي بيعجبك فيه طريقه لعبه الطريقه الدفاعيه، مجهوده في الملعب عنده كذا ميزه يعني. بالظبط، هو مجهود في الملعب نحله غير طبيعي. هنا 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 قاطع كوره بيوصل للجون كويس او الطار في الحته دي، فانا بحبه جدا. طريقه لعبه شبهه بالظبط، بيلعب نفس طريقته. كوكا هتلاقيه في الملعب هنا هنا هنا، تدور على كوكا هتلاقيه في كل حته في الملعب. ده حلو، ده حلو. بس ننظم الجزء ده، لان في ناس يعني في مدربين يقول لك في ساعات بيبقى الجري كتير قوي بدون انتاج يعني. فديت طبعا يعني طالما مسامين اتكلمك ان شاء الله يبقى هيظبط هو الحته دي اكيد. ظبط حاجات كتير جدا، وانا من اول يوم بيوقف التمرين عشان هو. من اول يوم ليا، اول تمرينه ليا كان واقف التمرين حوالي 5 مرات عشان بيصحح الاخطاء. فبحاول اتعلم كتير جدا، واخر فتره الحمد لله مبسوط مني جدا، شبهني قال لي لازم تشتغل حاجات الناقصات، وشبهني بجوريسكا في لاعب بايرن، قال لو اشتغلت على جسمك هتبقى حاجه زيه كده في بايرن. ده بيديكوا دفعه بقى، بيخليكوا تحلموا وتفكروا ويبقى ليكوا طموحات مع كوره. عايز اعرف طموحاتك مع كوره يا احمد، وانت كمان كوك. طبعا احنا كان طموحنا الاول ان احنا نطلع الفريق الاول. الفتره الجايه بقى احنا طموحنا نلعب مع الفريق وناخد معاه بطولات ونوصل لمنتخب مصر. يعني انا حلمي اللي انا كنت بتمناه ان انا العب في الاهلي. انا ما عنديش حاجه غير ان انا العب في الاهلي وبعد كده اوصل لمنتخب مصر بقى، وان شاء الله لو في نصيب نحترف بقى ان شاء الله. ان شاء الله. كوكا انا واخدها واحده واحده، دايما باخدها سلمه كده، ما ببصش لحاجه بعيده. فانا حاليا خلاص ربنا كرمني طلعت الدرجه الاولى، حاولت احط رجل كده ان انا ابقى موجود فوق، ربنا كرمني دلوقتي موجود، بحاول اتمرن لحد ما ربنا يكرم وتجيلي فرصه. فانا في النادي الاهلي لازم يبقى طموحي كبير جدا، نفسي اخد مع النادي الاهلي كل البطولات. والنادي الاهلي طبعا زي ما حضرتك عارف، بطولات، تاريخ، اسم، فلوس، ده الطموح الطبيعي. في الاول وفي الاخر في ناس عايشه. الفلوس هتيجي، سيبك موضوع الفلوس، الفلوس اكيد هتيجي. دي اخر حاجه. بس انا بكلمكم يمكن مش هقول نصيحه يعني، انتوا زي اخواتي الصغيرين، وانا كنت في وقت من الاوقات في سنكم، امسك بايديك واسنانك في الفرصه، وان شاء الله لازم تجتهد، وانت هتتعبوا كتير جدا، هتشقوا كتير جدا، وقت من الاوقات هتلاقي نفسك مالكش شويه مكان في الفرقه، حارب على مكانك. وانت كوكا حارب على مكانك، تمسكوا بالحته دي كويس قوي، انت في اكبر نادي في افريقيا ومن افضل الانديه في العالم، ده نصيحتي ليكوا. اتمرن كويس، التزم كويس قوي، وخليك دايما مبادئ النادي الاهلي اللي اتزرعت وانتوا صغيرين ده ان شاء الله لغايه ما تعتزلوا. بنتمنى لكم كل التوفيق، انتوا نجوم المستقبل، وان شاء الله باذن الله نشوفكم كده مع الفريق الاول، و ان شاء الله باذن الله. وتشرفونا زي ما لعبتنا مشرفينا ان شاء الله باذن الله. مبسوط معاك جدا النهارده يا كابتن وحضرتك، شرف ليا ان انا اكون موجود في بيت قناه النادي الاهلي، استمتعت جدا بالحوار. نورتنا كوكا. انت كمان يا كابتن احمد شرفتنا. انا متشرف ان انا قاعد مع حضرتك وعلى قناه النادي الاهلي، وان شاء الله يعني خير في الفتره الجايه.
ان شاء الله باذن الله كل التوفيق ليكم ان شاء الله في اللي جاي. هنستقبل بعد الفاصل كابتن طارق الادور مع كابتن هاني رمزي وحوار بالارقام في البيت الكبير.